الشاهد هنا ان الغلام هياخد موقف بتحديث من الله عز وجل له. فهنا الغلام بيقول له المشهد ان القضيه مش ان انت يبقى معاك، احيانا ما يبقاش معاك السلاح او معاك العده، احيانا يبقى معاك الحق. فقال الغلام للملك: بص، لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. خد بالك من اللفظ هنا، بيتحول الغلام الى ايه؟ الى امر، هو اللي بيدي الاوامر للملك. هنا الغلام استغل غباء الملك، الملك كل قضيته دلوقتي انه ايه؟ ان يخلص من الغلام. فالغلام استغل ده، قال له بص انا هحقق لك دي، واستغل غباء الملك في انه ينشر دين الناس، بس هيختار انه يضحي بايه؟ اختار انه يضحي بنفسه عشان الناس. يعني هو دلوقتي يا اما يهرب بنفسه يا اما يموت والناس تسلم. وعنده نقطة ضعف دلوقتي في الملك. فهيستغل غباء الملك، هيخلي الملك يتحرك بطريقة لا شعورية. الملك عايز ايه؟ عارف اعمل ايه عشان اموتك؟ اعمل ايه عشان اموتك؟ اعمل كذا وكذا. هو مش فاهم هو بيعمل كذا وكذا ان ده له تبعات. فالغلام استغل ايه؟ لحظة الغشاين دي اللي عند الملك. فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال له: وما هو؟ اخلص، عايز اموتك. قال: تجمع الناس. الغلام من الاول مشغول بالناس، يداوي الناس، فهو مركز. لما رجع عشان الناس، فقال له اول حاجه تعملها تجمع الايه؟ الناس. هو نفسه ان الناس تدخل في دين ربنا، وكان مشغول بالناس لما شاف الدبه سد طريق الناس. دايما يا جماعه اللي مشغول نفسه بصدق يوصل للناس ربنا بيسر له. قال له: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. ادواتي انا، انت ادواتك ما تعرفش تعمل فيها حاجه، فالناس لما تشوف ده تعرف ان ده من عندي انا. خذ سهما من كنانتي، والتفصيل في الاوامر لنوع اذلال، ثم ضع السهم في كبد القوس. طب ما طبيعي انه يحط السهم في كبد، امال يحط السهم في، لكن هو نوع من ايه؟ فبيقول هنا التفصيل نوع ايه؟ اذلال. قوم اعمل، عارف مثلا عايز اقول له اعمل شاي بس عايز ايه؟ قوم حط الميه في كذا وخليها تغلي وحط. طب انا عارف ان ده شاي، لكن ده ايه؟ فقال له: ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل. هو مشغول بحاجتين يخلي الناس تعرف ربنا. جمع الناس وقول بسم الله، كلمه اللي ما فلتتش من لسانه طول الله يهديني، الله يشفي، الله يكفي. قال له: ثم قل بسم الله رب الغلام. تجمع الناس وتنطق اسم الله الذي كفرت به، اما تقول بسم الله انا كده اموت، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميه، فان فعلت ذلك قتلتني. تاني بقمه الغباء، وده تاني تاني بقمة الإيمان. الغلام اختار أن يضحي بنفسه، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر هنا عشان نعرفك أنه نفذ التعليمات بالضبط. ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال. فيلم الكرتون بقى اللي معمول على اتفرجت عليه مع العيال، عمل إيه بقى؟ قام رامي وما قالش بسم الله. دي من دي حتة حته من المخرج كده، انما هو هنا في الحديث ما عمل سمع الكلام على طول. انا بقول لكم بس عشان ايه اللي بيتفرج على الكرتون وبيعمل مقارنه، فصحيح مسلم اصح من الكرتون يعني. فوضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله. تخيل ان الغلام مشغول ان الملك الظالم ينطق اسم الله امام الناس. ده يا جماعه هو ده الهم اللي الدعاه بيحمله. اعبدوا الله ما لكم من غيره. الانبياء كلهم بداوا كده، انك انت ليك هدف ان يعبد الناس الله سبحانه وتعالى، ده هدفك. اما بيتحقق انت بتطمئن، اما الناس بتدخل في دين الله افواجا عن طريقك، عن طريق موتك، عن طريق دمك، عن طريق اموالك، عن طريق غيرك، ايا إن كان انت تفرح لهذا الغرض. ده المؤمن الحق، هو ده